رجل ذو قلب فولاذي لا يعرف الخوف، اقتحم عالم الحيوانات المتوحشة والمفترسة ويواجه الموت المحقق في كل يوم بإصرار شديد. إنه مدرب الأسود والنمور العالمي الكابتن الفنان مدحت كوتا. ففي أثناء عمله في إحدى العروض فاجأ 5 من الأسود مدربهم الكابتن مدحت كوتا بالهجوم عليه وأصابوه بجروح بالغة. دخل على إثرها المستشفى في حالة خطيرة لتلقي العلاج. أنا لعلمك الخاص عندي حاسة من شهر إن أنا هيحصل لي كده، ربنا الحمد لله ينور لي بصيرتي، بس أنا مش من النوع اللي بقى ما أقدرش أحكي، ما أعرفش. ورغم ذلك الحادث ولحبه الشديد لعمله وللحيوانات، قال الكابتن كوتا أن ابنته أنوسة وهي أصغر مدربة أسود في مصر سوف تشاركه في تقديم فقرته مع 8 من الأسود والنمور، منهم 4 أسود كانوا قد اشتركوا في الهجوم عليه. ولأنه يتمتع بعلاقات خاصة مع حيواناته، فور عودته من الإصابة ذهب كوتا ليحتضن تلك الأسود التي أصابته ووجه لهم قبلاته، الأمر الذي يعكس مشاعر الارتباط النفسي الشديد والعفو للإنسان تجاه من يحب حتى لو كان حيوان مفترس كاد أن يقتله. أقول للمدحت كوتا مبروك ويديك طول العمر والصحة. الناس دي بالفعل ذخيرة مصر، الناس دي كنوز مصر، لفينا بلاد عربية، مفيش اللي في مصر، مصر برجالتها، مصر بفنانيها، يديم علينا النعمة يا رب. من جانبه قام الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة بتكريم الفنان مدحت كوتا بعد شفائه وعودته للعمل مباشرة، وذلك تقديرا لشجاعته وتاريخه الفني المشرف. شوف قد ايه الناس فرحانة، شوف قد ايه الجمهور وزملاء مدحت كوتا وكل العاملين في البيت الفني، كل الناس سعيدة جدا بأن هذا الفارس الجميل النبيل عاد لبيته، عاد لزملائه. فنان السيرك الكبير الأستاذ مدحت كوتا في أول ظهور له بعد أن هجمت عليه الأسود وأحدثت به إصابات كثيرة ومختلفة، دخل بعدها المستشفى وها هو معنا. أستاذ مدحت الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا معلم. ميرسي. أنا بس قبل ما أقدم الأول أنوسة كوتا ابنة الفنان مدحت كوتا. أنوسة أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أنت ليه ما بتشوفش، أنا بقى لا أنا عايزك لازم تشوف، أنت ليه ما بتشوفش مشهد هجوم الأسود عليك؟ صعبة يعني، أنا لقيتك بتودي وشك الناحية التانية أول ما جاء المشهد في التقرير الذي عرضناه. هقول لحضرتك حاجة، صعب حضرتك انك تشوف مشهد انت كنت ممكن تبقى فيه جثه هامده ما بين حياه وما بين موت، لان انا افتقدت خلاص في لحظه انا افتقدت فيها ان انا هطلع سليم، وشهدت فعلا فيها حقيقي والله. بس لما تطلع سليم خلي بالك المخك بيجيبه لك، طب بص كده. لا حرام بقى. طب بص. حرام حرام. لا حرام. يعني فعلا انت ده نفسيا ولا يعني نفسيا عشان تزاول ده عشان ما لا يؤثر فيك المشهد نفسيا بعد ذلك؟ يعني هل مدرب الاسود لا يستطيع ان يشاهد مشهدا من هذا النوع ولا انت بس؟ لا، اي مدرب اسود حضرتك ده بالنسبه له بالظبط. حضرتك اقول لك زي ايه بالظبط، انت بطاريه بتشحنها عايزها تبقى مشحونه على طول، لما تشوف ده انت بالنسبه له زي انت بتعمل ايه، بتخليها بتفضى خالص، فمش مطلوب ومش مستحب ليك انت كمدرب. انت مش عاوز تشوف لحظة انكسار وهزيمة ليك بهذا الشكل؟ بهذا الشكل خالص، وبتتعبك نفسيا، عشان انت ما بتتعبك نفسيا بتبتدي تفكر ان انا ده حصل ليه، ابقى انا قاعد مع نفسي حصل ليه، حصل غلط مني، حصل في ايه، او ما انا اقدر اعود نفسي ان انا ما يبقاش ده موجود، ما يبقاش ده هيأثر عليا نفسيا، هيأثر عليا في انت خد بالك في العروض، فده بيتعبك وبعدين بيقلل حركتك جوه،
التكنيك بتاع المدرب جوه تكنيك. يعني ايه حضرتك؟ يعني المفروض المدرب جوه اشد ذكاء من الحيوانات الموجوده. هو اللي بينقل التفكير له يوصله للحيوان. فكل حيوان من دول له اسلوب معين. زي ما بتخش انت حضرتك في فصل بتدرس عندك 20 30 تلميذ انت بتشرح، بس كل واحد له استوعاب، لازم كل واحد توصله للاستوعاب بتاعه. في بيبقى صف اول. لا يعني كده ده في لغه بينك وبين كل الحيوانات باشكال مختلفه. يعني الاسد ده يختلف عن ده عن ده عن ده عن ده عن ده. كل واحد ليه طباع زينا. في اللي ذكي وفي اللي مكار، في سوري اللي عبيط، وفي اللي تلاقيه بروطه ما ينفعش ان فهمنا انا يبقى في العروض، في اللي لعبي، وفي اللي يخش في العرض يشيل لك ايده كانك انت ضربه وانت ما جيتش ناحيته ولا حاجه، ويبقى بيمثل لك انه انا عندي اسد كده بنفس الطريقه. طيب خلينا يعني انا بسال في اللي طب السؤال الثاني، الاسد اللي هجم عليك، احنا عندنا تقرير عن الاسد نفسه او نشوفه في التقرير، الاسد اللي هجم عليك ده ما ينفعش تشتغل معاه بعد كده؟ لا ممكن يشتغل، وهشغله لسبب. هل حضرتك اما تبقى انت حضرتك وانت نفسيا بتبقى عصبي او متوتر صح؟ هل ينفع حضرتك انك تعتزل الشغل خالص؟ لا طبعا. بتجيلك لحظه انت بتبقى متنرفز بتبقى متوتر، بتبقى هم زينا. وبعدين في حاجه صعبه حضرتك كمان تسيها، احنا دلوقتي في فتره خطره وحذره في موسم التزاوج بتاعهم، وفي نقل حاجه اسمها ما بين الفصول. يعني ده الاسد اهو، ده مشهد عادي، ده مش الصد، ده الاسد اللي هو هجم عليك ده ببوس اهو، انما اقدمه في يقدم عرض دلوقتي؟ لا لسه. انت بتبوسه بعد حتى ما هجم عليك؟ يعني اللقطه دي بعد ما هجم عليك؟ يعني ابتدى هو يبقى فيه يعني ايه شويه، واخد بال حضرتك؟ يبقى فيه يعني إيه؟ حد يبوس اسد عضه؟ انت قلت انت عضيته حتى وانت بتدافع عن نفسك. ما انا هقول لحضرتك عضيته ازاي. عضيته لما لقيته حضرتك جاب بقه ناحيه معدتي ناحيه بطني وهبتدي يمسكني، لدرجه قبلها حضرتك انا شهدت في نفسي، واخد بال حضرتك؟ قلت خلاص مفيش، ولدرجه انا عضيته حلاوه روح. في حد يقول لك هيعض اسد؟ ايوه حلاوه روح. انا ساعتها مش يعني هو هجم على معدتك، كان معدتك. شوف المشهد، مشهد الهجوم كده مش هتشوفه انت، مش مشكله احنا نشوفه. يعني ال 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 هجم ببقه على معدتك. لحظه عصام خالي ما دخل، كان عصام خالي دخوله بالظبط زي الطلقه ما بتطلع من قلب الماسوره بتاعت المسدس. ابتدى خاف يتلهي له، لان انا عصام خالي مساعد بتاعي. يعني احنا شايفين الاسد هنا لما هجم عليك انت دافعت عن نفسك بانك عضيت الاسد. يعني اضرب بالعصايه، اضرب. ابتدى بقيت هنا في، لان انا هنا في جروح، وظهري في جروح، وظهري في، ورجلي دي فيها جروح، ورجلي فيها جروح. فابتديت خلاص بقيت انت ما فيش مقاومه حتى شخصيتك انت بالنسبه للحيوان. بيحصل ايه حضرتك؟ المدرب بتاعه تو ما بيقع وبقى قدامه بقى فريسه اشد من اي واحد يمسكه. لو أي يعني انت وقوعك المدرب بتاعه بتبقى حاجة اكتر. ليه؟ انت حضرتك بتشغله على ثواب وعقاب. ايه هو الثواب والعقاب؟ اما بيجيني هنا بديله قطعة لحمة، لما ما بيجيش ما بديلوش حتة اللحمة. فاصبح هنا حضرتك انا اللي بأمره، بيسمع الاوامر على ضوءها، ببتدي كافه حتة لحمة. ما جاش ما بديلوش الاكل بتاعه حتة اللحمة، فهيجيني هنا هياخد حتة اللحمة وبديله حتة لحمة تاني. فابتدى يعرف ان هو يجيني هنا بياخد المكافأة بتاعته قطعة اللحمة. طيب انت لما طبعا سقوطك بالشكل ده، واحنا الحقيقه يعني انا بستعيد ليه معاك المشهد عشان نشوف ما بعد كده. طبعا كان في اخطاء السجاده اللي تحدثنا عنها قبل كده، دي انه يبقى في اهمال بالشكل ده. يعني غيروا لك السجاده ولا لسه؟ لا غيروها وبيجيبوا واحده تانية جديده كمان موكيت، يعني غير اللي هم حاطينها دلوقتي اللي احنا بنقدم بيها العروض. عقبال ما بيجيبوا واحده تانية موكيت. قلت لي انه الغيره كانت من احد الاسباب اللي ادت الى هجوم الاسود عليك. ايه الغيره؟ يعني هو في كان في ذكور واناث معاك في نفس حضرتك في العرض ده؟ كان ذكور بس في اسد انا كنت مدخله اللي هو تاني جديد الابيض، ففي عندي الاسد التاني كان متخيل ان ده انثى. فكان في حته لحظه الغيره دي بيغير عليه قوي، بيغير عليه مني، لان المدرب هنا حضرتك بالنسبه بالظبط جوه هو اللي بيفصل الحدث نفسه. يعني لما يبقى في مشكله هو المدرب اللي بيفصل. فرق تسد. يعني معقول الاسد
يغير على اسد اعتقد انه انثى من المدرب؟ اه حضرتك ليه؟ لان المدرب بتاعه هو اللي موجود، هو اللي بيلقي الاوامر بالنسبه له، لو هو عايز ينزل يروح له ما يقدرش ينزل يروح، يخاف من المدرب. في عرض بالنسبه له. احنا بالظبط حضرتك جوه في حلبه العرض حضرتك زي ايه حضرتك؟ زي مثلا ايه؟ في مظاهره قبل ما تقوم الشرطه بص عامله احتياطاتها و و و انا بالنسبه جوه كده ما ينفعش يبقى في ده، ينفع يبقى في عرض. اما يبقى في عرض ما ينفعش يحصل الكلام ده. اما يبقى في تدريب يحصل فيه هزار مع بعضينا، في مناقشه، في ان هو ممكن يتدلع، انما عرض فيه مزنصي معين جوه، انا جوه ليا ربع ساعة، تلت ساعة، تلت ساعة دي تطلع على الوجه الأكمل. ما ينفعش يبقى فيه هزار. الهزار ده أما يبقاش فيه جمهور، يهزروا بقى ويلعبوا وأطلع وأسيبهم يجروا ويلعبوا مع بعضهم. إنما وقت فيه عرض فيه جمهور، إحنا مرتبطين بفيه شغل. زي مثلا إيه حضرتك؟ بقعد أضحك ساعات على أنوسة بنتي. لما بتقدم العرض بتاعها، بتخش تكلمهم زي البني آدمين، أنتوا فاهمين يا أولاد؟ إحنا النهاردة عندنا عرض، فاهم أنت هتعمل إيه وأنت فاهم هتعمل إيه؟ أقعد أتفرج يا بنتي أنت بتعملي يا بنتي طب أعملي تعملي؟ قلت له يا بابا والله فاهمين. يا بابا فاهمين. طب حضرتك يا بابا لو هم دخلوا العرض فيهم واحد ولا واحده منهم ما سمعتش الكلام ولا ما عملتش شغل بدل ما هم عاقبني انا، شوف انا ايه اقعد اتفرج عليها في العرض بيني وبين حضرتك، ابقى عايز بقى يطلعوا فاهمين فاهمين المزنصيه عاملينه وتفهموا انتوا فاهمين يا اولاد هتعملوا ايه، مش عايزين بقى حد يضحك علينا ولا عايزين بابا يقعد يتكلم علينا احنا نعمل شغل، فاهمين هم اذكياء مش لو هم مش اذكياء ما يقدمش العرض طيب. بتاعه. قبل ما اسال نوسا نشوف تاني بقى مشهد اللي هو الصوره تاني مع لك مع الاسد اللي هجم عليك، يعني لما يبقى في اول لقاء لك مع اسد هجم عليك كان هيموتك يعني لا لا طبعا يعني انت انت تعتقد ايه اللي انقذك؟ ايه اللي انقذ حياتك؟ هو ربنا حضرتك الاول ما هو ربنا الله سبحانه وتعالى طبعا هو المنقذ. عصام خالي مين؟ عصام خالي ليه؟ لما اطلق رصاص في الجو؟ لا عصام دخل مش لا مش الطلقات لوحدها حضرتك، لا لا طبعا لو الطلقات لوحدها كانوا كلوني كان كني ده جوه، هو دخوله جوه وقف حاجات كتير خالص ما كانتش تحصل. بدليل تو دخوله هو جوه ابتدى هو يسيبه ابتدى يبص وابتدى ان ينتبه للغلط اللي جات له. طب هنا هو بقى يعني انت اسد يعني كان انت بتقول كان هياكل معدتي اول ما لقيته بياكل هياكل معدتي يعني هيموتني، يعني ازاي تضمن انك تدخل تبوسه كده بهذا الشكل؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه، حضرتك لما اتعاملت كاسد اتعاملت معاه كحيوان مفترس ولا اليف؟ حيوان مفترس ما غشكش. هو بنفس الطريقة دي كده، كون ان هو حضرتك هو بالنسبة له في لحظة انفعال بالنسبة له حصلت له او في ثورة جواه حصلت له او هو بالنسبة له ما كانش في المود بتاعه الطبيعي، فده ما تقدرش تحكم عليه حساب عسير بالنسبة له انه خد. ايوه ياخد حساب، وحسابه ايه بقى بياخده؟ بقوم انا نقله من ترتيبه في الصف اللي هو موجود معاه في الاسود دي، اخليه بقى اخر واحد بقى لوحده، هما بياكلوا وهو بياكل بس هنا بيحس هو بكسره، ما بقاش مندمج مع الفريق اللي هو معاه. لكن هو مش ناسي يعني هو وهو معاك دلوقتي هو مش ناسي انه عضك وانه كان هيموتك يعني لا حضرتك هو ما بيبقى لان انت قلت لي قبل كده انا ما ينفعش اشتغل معاه تاني لان انا اتكسرت قدامه يعني لان انا حسيت بعد كده له هو حضرتك بقى حاجه لما جيت له جنب القفص ابتدى يهاجم تاني فقمت شخط فيه قام راح جاري قاعد جوه فابتدى يحس بالايه؟ بالصواب بتاعه الغلط اللي هو ابتدى بالنسبه له ان هو حصل، انما عارف حضرتك لو ما ابتداش يحس بده ما ابتدتش ان انا كنت انزله تاني. طيب تعال نشوف قبل ما اسال بقى النوسه نشوف اول عرض لمدحت كوتا مع ابنته النوسه، انت كنت حريص ان انت تاخدها معاك في اول عرض ليه؟ قلقان نفسيا ولا؟ لا انا صحيا حضرتك مانيش زي الاول ونازل ان انا انزل اعمل عرض اقدمه. فمش هقدر اقدم العروض كلها زي الاول. ال 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 الانياب الاسد جت فين عندك في 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 اي مواضع في الجسد؟ في عندي كان في ومش انياب كلها المخالب حضرتك المخالب بس اخطر حاجه اللي هي كان في ثقب عند الرئه عند الرئه يعني دي عضه كانت حتى لا هو ما كل ده ما ملكش بقه ده كل ده بايديه بمخالبه عشان في الجمعيات الاهليه بيقول لك ده هما في السيرك بيشيلوا مخالب الحيوانات مش مخالب الحيوانات، ادي السيرك على سهوه حدث اللي حصل لي
لو احنا بنشيل مخالبه ما كانش حصلت الحادثه دي. يعني كل الاصابات بالمخالب اليدين كان هيستخدم بقه لولا ربنا ستر ودخول عصام خالي جوه. استخدام البق ده معناه ايه؟ خلاص انت ملكت اللي قدامك وبقيت موضع فريسه نهائيه خلاص. خلاص استخدم بقه. يعني عضته موت. يعني خلاص ما هو انت ما جايز تبقى عضه تاخد شكل سطحي كده ولا عضه. ما هي بتاخد حضرتك شكل سطحي بس مش في كل الاحوال. طب ما انا قبل كده حصل لي حادثه حضرتك. لو انا مثلا وريتك انا الناب بتاع في فخدي هتشوف هتحس رجليا دي مختلفه خالص عن التاني. ده دخول عصام اهوت. يعني دخول عصام كده خوفهم. انا مش عايزك تبص. انا عايز اشكل واخد بال حضرتك زي ما تقول ايه فشكل المخطط. المخطط بتاعهم واخد بالك يعني لو ما كانش دخل لا كان خلاص انت يعتبر انتهيت. طيب يعني واضح انه فاهم كمان. لا وهو المساعد بتاعي انت واخد بال حضرتك. واخد بال حضرتك هقول لحضرتك معلومه بقى عشان ما عندك فكره. قبل كده حصلت لي حادثه برضه اللي دخل انقذني عصام خالي بنفس الطريقه نفس التريكه. لما جايز يهجموا عليه اول ما يشوفوه. لا ما هو مساعد. يعني ايه حضرتك مساعد؟ ده حضرتك يعني هو مدرب. يعني مدرب لو مش موجود هو يخش يقوم بالعروض. اخطر حاجه الموقف ده مش اللي يقوم بالعروض، انك انت بتسيطر على على الحلبه في وقت الضربه. تعالوا نشوف. وطبعا يعني الرحله مع الحيوانات رحله ممتعه وبتاخدنا شويه بعيدا كمان عن يعني ربما البشر اكثر وحشيه. يعني ربما البشر اكثر وحشيه كما نشاهد الان في العمليات الارهابيه وفي الشارع. فالرحله مع الحيوانات هي رحله نفسيه تاخدنا الى هذا العالم نحاول ان نفهمه. تعالوا نشوف أول عرض بقى لمدحت كوتة بعد ما هجمت عليه الأسود، بعد الإصابات المتعددة في جسده، بعد الحالة النفسية التي أصابته. ما الذي فعله في أول عرض له؟ النسخة أسألك هنا في لما أول عرض لوالدك بعد هجوم الأسود عليه ونجاته من الموت، بيبقى تقليدي ولا بيبقى فيه حاجز نفسي وبيبقى فيه مخاوف؟ مخاوف مني ولا مخاوف من الأسود ولا مخاوف من مين؟ مخاوف من الأسود ومخاوف عليه. وانت ليه كنت حريصة على أنك تكوني معاه؟ هل أسباب صحية فقط؟ هي اولا اسباب صحيه، دي اول حاجه. ثانيا انا كنت مجرد لبابا جوه زي مساعده معاه مش اكتر. يعني هو واقف بيقدم العروض وانا واقفه بساعد معاه. ممكن بشيل معدات، بشيل عنه زي حركه او حركتين بعملها في الشو، بس في الاول وفي الاخر هو اللي بيقدم العرض. يعني انا بالنسبه لي مخاوف، بالنسبه لي ما كانش عندي خوف نفسي عليا لاني انا مدرب، فالمدرب ما بيخافش يعني من الاسود. طيب لكن خوف عليه طبعا. انا واقف معايا بابا جوه. في العادي لما بدخل مع بابا في الشو بابا هو اللي بيحافظ عليا انا. اما في الشو ده كان لاول مره انا كنت واقفه ظهر بابا، لو في اي وقت ممكن انا ادخل لاي سبب يعني. بس هو ما كانش في حاجه حصلت، يعني كلها حاجات طبيعيه، شو عادي طبيعي زي اي يوم. لا نفسيا ما بتحصلش هزه انه طبعا في بعض هذه الاسود من اللي هجموا بس ما عدا الاسد الاساسي ده. ما اربعه من الاسود.
كانوا موجودين معنا في الشو بنقدم عروض بيهم وكان عادي طبيعي، بس بيبقى مثلا تركيزنا اعلى للاسد يعني عشان دول حضروا منظر مش حلو، فبيبقى تركيزي اعلى ليهم علشان الموضوع ما يتكررش تاني. بس طيب، وفي اول عرض لما هنا يعني حتى كان في تكريم من وزير الثقافه قبلها، هل تم اصلاح الاخطاء اللي ادت لده؟ يعني منها الامكانيات الضعيفه، عدم وجود اسعاف، السجاده، هل تم اصلاح كل هذه المشاكل؟ لا والله هي اكيد مش كلها. وزير ذات نفسه قال لي انا ممكن اعمل حاجات المره دي، ممكن اعمل حاجات السنه الجايه، بس احنا هنقعد وهنتكلم وهنشوف ايه النقط اللي احنا عايزينها وايه اللي نقدر نعملها ونعمل. فبس احنا منتظرين اول قعده ان شاء الله مع معالي الوزير ونظبط ده مع بعض، نشوف هنعمل ايه يعني. طيب استاذ مدحت، في نفس السياق يعني، انت بتقول انا لسه طموح عايز اعمل حاجات كتير. طبعا، لا ما فيش شك حضرتك، لان في مشكله حضرتك، انا جات لي كذا فرصه وسهل ان انا امشي واسيب لعلمك البلد، وجات لي مليون فرصه وخليت ابني مشي من هنا. ابنك في روسيا؟ ابني في روسيا، ابني مدرب حيوانات مفترسه في روسيا، واخد افضل مدرب 2013 في روسيا. كون ما يبقى في مدرب عربي او مصري على معروفه روسيا، دي ام السيرك في العالم، هي البلد الاولى في السيرك، الاولى على مستوى العالم في مستوى السيرك روسيا. واللي بيشتغلوا هناك بيقدروهم يعني لهم قيمه يعني. تخيل بقى حضرتك اما يكون واحد عندنا احنا هنا كنا بنعذبه وبنطهقه، وكنا بنديله مرتب 25 جنيه ومخلينه مدرب، واخد بال حضرتك، وبعد كده سيبناه وطهقناه. انا اللي قلت له لا يا ابني تعالى سافر وامشي، لان انا علمته واديته كل الامكانيات اللي عندي كلها حاططها فيه، عشان انا بحب لعلمك بلدي قوي، بحب مصر قوي، وانا جات لي عروض كتير قوي حضرتك، بس انا لقيت انا ابني هيبوظ وهيضيع وكل اللي اديتهوله، قلت لا يطلع يشوف فرصته. طيب انت بتقول انا بشتغل وقتي نمور بيضة، وهي انا بدلت وجبت نمور بيضة لاول مره هتخش العروض في مصر. جبتها فعلا؟ فعلا تمت المبادله وفعلا وصلوا النهارده لسه فعلا حضرتك اول وصولهم. يعني ايه بقى نمور بيضة؟ انا هقول لحضرتك حاجه، ما شفتش النمور حضرتك زي ما حضرتك شفنا احنا في العرض احنا هنا. شوف احنا حضرتك اللي هو اللي بيبقى لونه مشمشي كده ومقلم باسود، ده حضرتك الارضيه بتاعته بتبقى ده النمر التقليدي اللي احنا التقليدي بنشوفه دايما. ده الابيض ده بيجي منين؟ الابيض ده حضرتك دول جايين متبادلين من هولندا، من هولندا، وبيجوا من جنوب افريقيا، هما بيهجنوهم حضرتك في بره، اللي هو النمر البنغالي، لان هما حضرتك فصايل. واخد بال حضرتك، لحد ما قدروا يوصلوا ان هما يقدروا وصلوا ان هو يعملوا الارضيه بتاعته زي الاسد الابيض بيج وفي مقلم باسود، لحد ما وصلوا لطفله جديده بيبقى ابيض، وصلوا لطفله تانية ان يبقى الظهر بتاعه كله اصفر والبطن دي ابيضة، اللي هو الجولد. ده اللي هو الجولد. واخد بال حضرتك؟ وللاسف احنا عندنا في مصر في وزاره الزراعه ما بيساعدكش ولا بينموك ان انت سيرك الدوله، انك انت تجيب، يقول لك لا اصل النمور دي جدول واحد وممنوع انها تتداول وممنوع تيجي للسيرك. يا جماعه انا بشتغل في سيرك الدوله، ما عندكم خطاب بيقول سيد وزير الثقافه مطلعه بيقول كده؟ قال لك لا 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 ممنوع. يعني هو مطلوب من وزاره الزراعه بس، هي مجرد ده سيرك الدوله، وبعدين احنا المفروض موافقات يعني. وبعدين المفروض حضرتك ايه؟ الدوله اللي انت هتجيب منها هي اللي تمنعك. طب وانت ليه لازم تعدي على وزاره الزراعه؟ عشان حيوانات، فلازم تعدي على هناك عشان يعذبوا فينا ويزهقوا فينا، تاخد بال حضرتك، ويطهقوا فينا ويقولوا لنا بطلوا الشغل، شغله الحيوانات المفترسه ديت، عشان الجمعيات الاهليه في مصر بتاعت الحيوانات متهمنا. بس الحيوانات المفترسه في كل دول العالم، اديك حضرتك قلتها، احنا بنعذب الحيوانات. طب ما يروحوا يشوفوا مصارعه التيران في اسبانيا واللي بيعملوه، مصارعة الديوك. يعني وزارة الزراعة شايفة ان انتوا بتعذبوا الحيوانات، فالمنظمات لا لا, لا مش وزارة الزراعة، لا لا لا, لا عشان ما نظهمش، لا لا الجمعيات الاهلية، وبيبعتوا جوابات ضدكم فعلا، ويبعتوا ضدنا ويبعتوا ده. طب ما انتوا بتبعتوا ضدنا وبتبعتوا ده، طب ما بتبعتوش بتشوفوا ليه مصارعة الترام في اسبانيا، مصارعة الديوك اللي بتتعمل، هو احنا اللي بنعمل ده؟ وبعدين احنا يعني انت فقرة اساسية في السيرك، يعني هي السوبر ستار بتاع السيرك فقرة الحيوانات المفترسة.
طب ما نعمل يعني اقتراع ما بين الجمهور، قول لهم عايزين الفقره دي ولا لا، بدليل ان الجمهور بيقعد يستناها وقت الفقره دي ما بتيجي، العروض ما بتيجي تتقدم. بدليل حضرتك انا ما اشتغلتش كام يوم والسيرك كان شغال، وشوف انا لما نزلت اول يوم الجمهور كان ازاي، او الناس كانت بتسال ازاي او عايزه ازاي. لما هي فقره مش مستحبه حضرتك تاني. الناس الكميات الرهيبه اللي كانت بتجيلي في قلب المستشفى عشان تيجي تطمن عليها وتيجي تشوفني، لما هم مش مستحبين الفقره دي او مش عايزينها. طيب النمور البيضاء انت بتشتري ده على حسابك؟ الحيوانات دي بتاعتي انا ببدل حضرتك، لان انت عارف ممنوع انك تشتري. يجي ايه، انا عندي نمور اللي هي البنغالي التانية دي. حضرتك انت عندك نمور بيضاء، ابدل معاك، انا هديك نمرين وانت هتديني نمرين، هديك ثلاث اسود وانت هتقول لي لا قصادهم نمر، يعني بدل. بتبدل مع بدل، مفيش في قانون الحيوانات مع دول يعني بتصفاه ويقولك كده، او حد يكون جايب بتبدل معاه. يعني لو حضرتك انت جايب من المجموعه دي وموجوده عندك في مصر، انا ابتدي ابدل معاك، انت تشوف احتياجاتك عندي ايه وانا اشوف انا احتياجاتي عندي ليك ايه وابتدي ابدل كده. هو بابا اول واحد في مصر دخل الاسود البيضاء في عروضه، وهو اول واحد جاب النمر الابيض على مستوى مصر، يعني مفيش حد يختلف. ايه النمر الابيض يعني يختلف؟ الشكل بس فقط. اولا الشكل، وثانيا بيبقى عصبي زيه زي فكره النمر اللي هو اشرس بالظبط. يعني الابيض ده اشرس حجم كمان حضرتك، حجم حاجه مهوله، حجم كبير، حاجه مهوله حضرتك. يعني بص لاقي حضرتك الدماغ دي بتبقى كده، النمر عندك بيوصل ل 3 متر 2 متر احجام، يعني في فرق. ما انت حاطط عندك 10 ولا 5 6 خلافة، ما تبقى تحط مثلا من بتوعنا دول 20 جول. طب لما تقول اشرس ده، طب ما هو ده يبقى يعني تصاب بالخوف، يعني هنا يبقى ممكن تخاف. ما حضرتك ما ينفعش حضرتك ان احنا هنبقى موجودين محلك سر، واوروبا ماشيه بنفس الطريقه حضرتك، واحنا الحمد لله في اوروبا معروفين بفقره الحيوانات المفترسه بتاعتنا، ان احنا مشهورين بيها بالرغم ما عندناش الامكانيات اللي موجوده دي، بس الحمد لله. يقول لك السيرك في مصر فيه مدربين حيوانات مفترسه شاطرين، بدليل ان انا ابني موجود في موسكو وصل لكده. هو لو احنا فاشلين فيها ما كانش وصل في اوروبا في وسط مدربين فطاحل على مستوى العالم، بيشتغلوا في مونت كارلو وبيشتغلوا في كل بلاد العالم. طيب انوسه، انت بتقولي يعني والدك بيقول انت بتتفاهمي مع الاسود وبتتكلمي معاهم، دي لغه حقيقيه ولا لا بجد دي بتوهمي نفسك ان في لغه بينك طبعاً وبينهم؟ لا لا بدليل، لا 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 بدليل في لغه ما بيننا حلوه قوي، يعني بتكلم معاهم بشوفهم ناقصهم ايه عايزين ايه، طب انت ايه اللي تعبك، طب تعالى وريني. فما باجي اكلمه مره يعني بقول الاسد عندي، بقول له مالك ايه اللي وجعك، تعالى وريني في ايه اللي مزعلك، لقيته جه ووراني ايديه، فعلا كان ايده ملتهبه. فاكيد مش بتكلم كده في الهواء، او هم تعاملهم معايا ان هو مجنونه وبتتكلم، لا بدليل بطلع شو كامل من غير ما بضرب حد، يعني مش لازم اضرب حد، مش لازم المسه. بمجرد ان انا بقول له الاوردر اللي انا عايزاه اللي هو يلا اطلع نط، طب ما هو سامعني هيعمل يعني بينط غير بيرفع ايده، غير بيروح، غير بيجي، طب اشمعنى يعني الكلمه اللي بقولها؟ كل ده تعليمات كلاميه. ما بجيش جنب حد، يعني كل كلامي معاهم طب تعالى يلا نط هنا، طب ما هو فاهم نط هنا، غير لما بقول له تعالى اقف هنا هو يعني يفهمني. امال انت بتمسك العصايه ليه يا استاذ مدحت؟ انا هقول لحضرتك معروف حضرتك ان الرجال قوامون عن النساء. احنا شرقيين، لو ما ابتديتش حضرتك تعمل زي ايه ما بتبقى. يعني انت هنا وماسك العصا وماسكها دايما، يعني ما انا هقول لحضرتك حاجه، انت لو ما حاولتش انت في الطبخه بتاعتك تحط شويه البهارات وتحبش الطبخه بتاعتك مش هيطلع ليها نكهه. احنا شرقيين لينا انطباع معين، لازم تخلي الاسد يزعق، لازم تخليه يعمل الشو بتاعه، عايز يمشي بسرعه بدل ما هو يبقى ماشي براحته، مش بقول لك مد شويه قوم يمشي نشيط. احنا عندنا ده عكس الاجانب في اوروبا. اوروبا حضرتك تو ما يخش يتقفل باب القفص عليك هو حاسس بالمخاطره بتاعتك، هيقعد متفرج لحد ما انت تخلص العرض بتاعك او بتخلص الفقره بتاعتك بيسقف لك. انت هنا حضرتك ممكن حضرتك حيوان يقع وانت شغال، ممكن الناس بتقعد تتريق وتضحك، في فئه من الجمهور كده حضرتك. في اوروبا ما بيحصلش ده، مش ممكن، مش ممكن. لا بروبا تسمع كلمة واو اللي هو الأسد وقع يعني. أنا مرة حضرتك كنت مرة زمان أيام أمي الله يرحمها كنت بقدم عرض حضرتك، كنا في الإسماعيلية، فالمفروض في شو كنت بعمله في الآخر بجيب الأسد بفتح بقه، بعد ما بفتح بقه بوري بقه للناس كده، بفتح بقه بحط راسي جوه بقه، والله زي ما بقول لحضرتك يا أستاذ وائل فوجئت حضرتك لقيت واحد بنبلة قام راح ضارب الأسد بالنبلة، الأسد كان هيعور لنا. بنبلة؟ بنبلة
من على المدرجات بتاعت السيرك. فوقفت حضرتك عارف حضرتك الجمهور المصري انت اخبار حضرتك. فوقفت حضرتك عارف انت حضرتك لما تقف تبص وتستعجب انت يعني انا داخل عشان انا موت الاسد بس هو يعني هيعمل رد فعل على النبض هياخد دماغك في وساعدكم وده ومفيش. لقيت السابع قاعد يبص كده وبص كده يعني لا يعني ده حاجه غريبه مش موجوده انها فكل اللي انا عملته حضرتك ان انا هديت الاسد وديت واحد بتاع احمد قمت مرجعه مطرحه ما قدرتش اعمل حركه خلاص. هو كمان اتنرفز ودي حركه خطوره في اقل من الثانيه تضيع. شكرا. لا ساعات بيبقى في ناس عندهم زي فهمهم بسيط شويه تلاقيه مثلا وانت قاعد في الشو وبقدم العرض بتاعي الاقي واحد شايل ابنه وبيقربه للاسد فاقول له غلط بتعمل كده ممكن الاسد يعوره. يقول لي ايه المشكله ما انت واقفه معاه جوه. اقول له لا انا مدربه. ببتدي بقى ادخل في حوار معاه اللي هو فاهمه انا مدربه غير ابنك ممكن في دقيقه واحده يروح يعني. فبرضه عندنا في مصر الفهم برضه لسه فهمه التعامل مع الحيوان لسه ضيقه شويه لسه ما ما فيش ثقافه الجمهور في التعامل مع ده. بدليل حضرتك الحيوانات تملي نفسها كلها. تبص للطفل اما تيجي تهاجمه اسرع من الكبير يعني انت بصيت للحيوانات المفترسه او بصيت لحاجه بيستقلوا بيه لان ده طفل صغير فبيبقى في نظره حاجة ضعيفة بالنسبة له. والله العظيم قبل الحادثة دي بيومين انا لقيت والله العظيم واحد شايل ابنه بيحدفه على القفص بتاع الاسود وهو ماسكه من ايديه كده ماسكه كده بيعمله كده اهو. قلت له ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده بيدلع يقول لي والله زي حضرتك بيقول لي بيدلع ابنه فهيضيعه يعني بيقول لي بدلعه تاخد دي كمان في المدام بتاعته. قلت له لا انا ماليش دعوه اخد دي ليه انت خايف منها انا ما اخدهاش انا ماليش دعوه اخدها ليه؟ قلت له بس دي حيوانات مفترسه ما ينفعش كده. يقول لي لا 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 ولا يهمك ولا يهمك كبر كبر عشان العيال يفرحوا. لا هنا ايه اللي يفرحوا دي؟ هنا حوادث ما الحوادث بتحصل بسبب ده. طيب هنا الـ الاسود دي بقى بتاكل ايه؟ لان احنا لما لقوا في اكتوبر هنا رؤوس حمير فالمباحث قالت انه دي كانت بتاعت السيرك اللي موجود في بتاعت اكتوبر بتاعت السيرك الايطالي الايطالي. احنا السيرك القومي سيرك الدوله. هي اقول لحضرتك ايه وحصل بالنسبه للسيرك الايطالي ده. هي عربيه القمامه السيرك الايطالي ده خد منكم ينافسكم؟ ما هو بيعتبر حضرتك برضو بياخد الفقرات من سيرك الدوله. ما هو المشكله في هنا العيب ان ازاي بياخدها؟ اقول لحضرتك ازاي الفنانين كانت بتاخد اجازات وتروح تشتغل هناك يعني بياخد امكانات وطاقات سيرك الدوله ويشغله. ازاي ده بقى انت تدخله جوه البلد وتشغله وانت عندك سيرك الدوله ده يبقى منافس له موجود وبياخد فقرات من هنا وبيشغل ازاي؟ طب هو عنده امكانيات افضل منك في الحيوانات وفي ال لا 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 حضرتك لان المدرب اللي بيشتغل هناك ده ابن خالي قبليه اول واحده اشتغلت معاه انوسه بنتي. هو ما عندوش فقرات للحيوانات خالص. هم كانوا عايزين يجيبوا الحيوانات بتاعتهم يدخلوها بس ما عرفوش. طيب بتاكلوا بقى الاسود دي ايه؟ انا عندي انا مثلا باكلهم فراخ وباكل حمير وسمك فيليه. سمك فيليه ليه بقى السمك الفيليه حضرتك؟ عشان الشعر حضرتك المعرفه تقدر بالنسبه له تبقى فيها كثافه. فبتيجي مثلا كل واحد بتدي له ايه؟ ما اقدرش اكله سمك فيليه كميات انا بدي كل واحد ايه؟ حوالي كيلو. تاخد بال حضرتك عشان تقدر ده لان التكلفه انا بالنسبه عندي عاليه قوي حضرتك وانا اللي باخده من الدوله متعاقد عليه ما يغطينيش ان انا اقدر اكفي ان انا اكمل ده. انما لما تيجي تبص مثلا ايه الاسد بتاع وزاره الزراعه اللي هو بتاع جنينه الحيوانات احسن من اسد السيرك بالرغم ان المفروض في التغذيه اسد السيرك بياكل ضعف اسد حديقه الحيوان لان اسد حديقه الحيوان ده حضرتك او الجمهور بتخش تتفرج عليه من داخل قفص ما بيعملش عروض. انما الاسد بتاع السيرك بيقدم عروض بيقدم عروض ولازم تكون يعني بياكل كويس وحالته النفسيه كويس لا وشكله الجمالي انت عايز تشوفه في عروض عايز تشوف شكله كبير شكله ضخم كل الحاجات دي كلها. انما للاسف هنا حتى في الاسود بيتعاملوا معاهم بمكيالين سبحان الله. ده اسد مؤهل وده اسد مش مؤهل. يقول لك ده اسد وزاره الزراعه وده اسد وزاره الثقافه. يا جماعه هو الميزانيه واحده يعني احنا كلنا في جمهوريه مصر العربيه. يقول لك لا اصل ميزانيه وزاره الزراعه غير ميزانيه وزاره الثقافه. طب انا اقول للاسد ده الاسد الثاني ده تبع وزاره الزراعه بياكل كويس وانت عشان تبع الثقافه ما تاكلش. طيب كم حادثه يعني انتوا عيله تتوارث هذه المهنه كم حادثه حصلت؟ كان في حادثه شهيره للسيده محاسن الحلو وكانت لامي الله يرحمها كانت ليا انا وهي لما كنا في اسكندريه حضرتك. دي كانت حصلت لي انا و ده هجم عليكم اسود الاسود في اثناء العرض برضو كانت سببها حضرتك السجاده اللي كنت بشتغل عليها برضو.
وهي اصيبت باصابات وامي اصيبت باصابات بالغه جامده وانا اصبت فيها. وجينا بعد كده اشتغلنا بعدها بثلاث ايام فقره الاسود. امي خلتني نزلت اقدم العروض وانا كانت الجروح كانت موجوده فيه. تعرف حضرتك وقت ما انا نزلت انا ساعه تكريم الوزير وما اشتغلت مع انوسه بنتي كانت في حاجه خطر محدش كان يعرفها حضرتك. انا الجروح بتاعتي كانت مفتوحه غالبيتها، كان عندي حوالي اربع او خمس جروح مفتوحين ما كانوش مفتوحين ما قفلوش لسه. الحيوانات انت عارف حيوانات المفترسه بتشم الافرازات قبل ما بتطلع، تشم الدم تشم الافرازات دي كلها قبل ما تطلع. انت كمدرب بتخش، بس انا مش عشان ان هم مفتوحين، انا عشان انا تعبان. دليل انا لحد دلوقتي انا بمشي يعني وجودك خطا. الاسد لو شم انه في جروح وفي اصابات ده يعمل له حاله عصبيه؟ مش عصبيه، بيحس انك انت مش بروفيشنال قدام، هو بقى اللي ابتدي يشكل عليك. انا اللي زي مثلا ايه حضرتك لو مدرب منين ساعات بيخش يشتغل ولو عنده انفلونزا او شويه برد هم بيحسوا، هو ابتدي يفرض بقى سيطرته. انت اخبار حضرتك يحس ان انت ضعيف وجريح ومصاب او كده حضرتك تبقى انت خلاص بقى، هو بقى عارف بقى ايه يعني ما قدمش العرض بتاعه مظبوط. انت اخبار حضرتك عشان بتلقي عليه الاوامر يطلع هنا يبقى طالع بقى بتقلي يخبط الكرسي ده يمشي يخبط في ده يمشي يخبط في الثاني عشان الثاني يتخانق معاه زي عندنا بنفس الطريقه طريقه البشر وطريقه الايه البني ادمين. طيب مش المهنه ده احيانا فيها نسبه خطر كبيره؟ هنا ليه ما بتخافش؟ يعني لو والدتك خافت عليك ولا انت خفت على بنتك وبتتعاملوا مع المهنه على انها مهنه عائليه، ما بيجيش في ذهنك تقول لا ما ابعد بنتي عن هذه المهنه اللي فيها عوامل خطوره؟ هقول لحضرتك حاجه. ليه؟ اول هم انا بحب الحيوانات، اعوذ بالله من دي اول حاجه. تاني هم حضرتك احنا عيله متوارثه دي ابا عن جدا. يعني مثلا لو جيت لحضرتك لامي محاسن حلو اول من انشا السيرك في مصر، سيرك الحلو انت اخبار حضرتك ده حوالي من 150 سنه او 170 سنه، ده تراث واجيال بتتوارث. يعني انا امي كان قبلها جدي وبعدين امي وبعدين بالنسبه انا وبعدين بالنسبه لحمد ابني وبعدين بالنسبه انوسه بنتي وبعدين في محمد الحلو ربنا يديله الصحه وطول عمره مدرب الاسود موجود فيه له بقى بنته. انت اخبار حضرتك احنا عائله بتتوارث ده، انما المشكله مش في ده حضرتك، المشكله القنبله الموقوته اللي موجوده هنا وانا كلمت فيها سياده وزير الثقافه عليها. يعني ايه حضرتك اما اي واحد يجيب اي اسدين من الشارع بره ويقف فيهم ويقول لك انا مدرب اسود وخش شغلهم، ويجي في مره واحد اسد يكون سايب على ناس او طلع على ناس ازاي؟ ده فين هو في اكتر من سيرك كده بالشكل ده؟ حضرتك وبعدين انتوا بتدوهم تصاريح من وزاره الثقافه ولا بتدوهم ده؟ انتوا بتدوهم على موجب ايه حضرتك؟ اصلا من دول طلع على الجمهور ولا طلع على الناس؟ دي قنبله موقوته محدش حاسس بيها. وبعدين بتدوهم تصريح على ايه؟ ازاي بقوا مدربين ازاي؟ بأمارت ايه؟ ازاي؟ هو كل واحد من الصحاب له هو ده كلب انت جايبه كلب بلدي من الشارع ولا جاي واحد يصطحبه ويقف فيه عشان انت يقف معاه وتقول لي بقى مدرب؟ بأمارت ايه بقى مدرب؟ ازاي؟ احنا موجودين ومعروفين في الدولة ومعروفين عائليا واسر وموجودين وتاريخ في قلب السيرك وخبراء جم في قلب السيرك وعملوا السيرك ودربونا والحاجات دي كلها. دول طلعوا ازاي؟ ده عارف حضرتك زي بتقول عليه زي الزرع الشيطاني. بعدين ده دلوقتي احنا دلوقتي عايزين نلم الدنيا مش عايزين نفتح في جبهات تانية. يعني احنا مش فايقين من المشاكل بتاعت الاخوان واللي بيحصل في البلد وده لما طالعين في فجوة تانية، لما تلاقي خمسة سبعة تمانية طالعين في الحاجة الجديدة يقول لك بقى مدربين اسود. بأمارة ايه مدربين اسود؟ ازاي؟ ازاي كل واحد جاب له ثلاث اربع اسود ولا عنده بتاع شاب ولا طلع ولا جري ولا طلع على الناس ولا ساب؟ حصل ازاي انت يعني بقت مهنة من لا مهنة سايبة ما فيش حد قادرين يظبطوا ولا يربطوا فيها. فلازم السيد وزير الثقافة انا كلمته فيها لازم يقف لها واقف فيها واقفة، لازم السيد وزير الداخلية يقف فيها واقفة. كلمت الاستاذ اشرف عبد الغفور عندنا بالنسبة لنقابة المهنة التمثيلية قلت لهم لازم تقفوا يا جماعة دي قنبلة موقوتة. حتى استاذ اشرف عبد الغفور قال لي فعلا طب فهمني ايه الاوضاع، ففهمته الاوضاع. فكلمت السيد وزير الثقافه فقال لي انت بس لما تخف وتطلع من المستشفى نقعد مع بعضنا عشان نشوف الدنيا دي بتتعمل ازاي. طب ازاي الناس دي؟ قلت له الناس دي واخده تصاريح من عندكم. هم كانوا واخدين فعلا تصاريح من قبليه. هو حتى طيب. فوجئ. النوسة يعني في ال عايز اسالك انت بتتعاملي مع الاناث بس؟ لا اناث وذكور واسود بيضاء واسود عاديه والنمور ان شاء الله بيضاء والنمور عادي كل حاجه يعني. بس انت عروضك كلها ذكور بس ولا ايضا ذكور واناث؟ لا 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 ذكور بس والنمور. ونمور؟ طب ليه ما بتشتغلش مع الاناث؟ هقول لحضرتك لازم يبقى في فرق مختلف بيني وما بين العرض بتاعها.
بيني وما بين عرض بتاع محمد الحلو، ما بين محمد الحلو وما بين بنت لوبا. انما لو بقينا احنا كلنا فوتو كربون واحد، كفايه انك تشوف واحد بس وما تشوفش التاني. صح، بتعمل تخصص يعني عشان الناس تذهب الى ده وده وتشوف ده وتشوف ده. بدليل انا مثلا انوسه بنتي بتقدم العرض رقيقه خالص لدرجه ناس يطلعوا من العرض انا بشوفهم يقول حرام حرام، دي ازاي دي تقدموها للاسود، دي تشتغل ازاي، دي حرام دي تشتغل، دي رقيقه ازاي تتعامل مع الاسود، ازاي تعمل مع الاسود. حتى انا حماده ابني كان تملي يقول لي عليها ايه، وحتى انا بقول له انت ما تنفعيش مدربه، انت تنفع بسكوته بس تتحطي بس في قلب الشاي كده تدوب، انما انت مدربه ما تنفعيش مدربه. حتى لو هي ماشيه في البيت وتخبط فيها يا بابا شفت يا بابا، لا انا جيت جنبك يا بنتي، انا ما جيتش جنبي يا بابا، دي بسكوته دي مجرد، يقول لي نفسي افهم يا بابا. دي تبقى مدربه اسود ازاي؟ تنهى لحد هو اول ما دخلها القفص مش انا. هو اللي فكر ودخلها. طيب انوسه انت بتتدربي على ده ولا بتكتسبيها من خلال العيله؟ اولا هي وراثه طبعا من العيله، عشان طلعت في وسط الاسود وبابا وجدتي محسن الحال والعيله كلها بتاعت اسود، دي اول حاجه وراثه. كمان واخداها بالنسبه لي انا مهنه، واخداها بالنسبه لي هوايه، واخدها بالنسبة لي دراسة، لا يعني بقرأ فيها شوية بالنسبة لي، لان انا دراستي غير خالص، دراستي كلها قانون، دبلومة قانون دولي ومستشار تحكيم دولي وليسانس حقوق وحاجات كده. يعني دراستي سكة والاسود عندي سكة، بس لقيت نفسي رايحة للاسود اكتر، بحبها. بس اللي ساعدني كمان يعني اوصل وافكر واللي طورني اكتر كان بابا، ليه عامل كبير قوي في ده، نساعدني في ده. يعني مثلا قلت له ايه، انا حابه ان انا اقدم عروض اسود، فابتدى يقول لي طيب اوكي ايه رايك لو نعمل عرض مختلف، اقول له يلا اوكي نعمل ايه، يقول لي يلا هنعمل اسود بيضه، هنعمل اسود عاديه، هنعمل نمور ونمور بيضه. بلاقيه بيديني افكار، طبعا بابا عنده. طب ومين اللي بيحدد الخطوات اللي انت بتعمليها دي؟ يعني احيانا بتعملي خطوات معينه للاسد يقفز ازاي؟ هو بابا مدربني حتى في المشهد اللي انت يعني بنام فيه على الأرض والأسد يقفز من فوق بالظبط من على الأرض، مرة ومرة بنام على لوحة رفيعة جدا عرضها لي 20 سنتي، بنام عليها عكسها والأسد بيعدي من فوقها رايح جاي. طبعا بابا يعني مدربني على كل العروض دي كلها والحمد لله. يعني إذا يعني المشهد اللي احنا شايفينه هنا بالزبط. طب وهنا ما بيبقاش عندك أي خوف إنه لا في حالة عدوانية من الأسد؟ أول درس بابا اداهوني خفتي ما تدخليش القفص الأسود، ده اول يعني اذا خفتي ما تدخليش، ما تدخلش قفص. والاسد بيحس بخوفك لو خفتي؟ طبعا الاسد في فرق كبير قوي ما بين الاسد والكلب. الكلب لما بتفرز الادرينالين الكلب بيبتدي يشمك ويبتدي يهاجمك، الاسد من قبل ما انت تفكر تفرز الادرينالين بيبتدي يهاجمك، فما ينفعش تبقى تخاف. يعني احساسه بانك خايفه يفوق احساس القبل طبعا، يعني مع بدايه اول احساس بالزبط. بالخوف فبيبتدي يهاجمك، فما ينفعش يكون شخصيتك ضعيفه، ما ينفعش يكون مثلا تعبان، ما ينفعش الكلام ده كله، ما ينفعش. لازم مدرب الاسود لازم قوه شخصيه، لازم ان انا يكون عندي سيطره، لازم اعرف اتعامل. طبعا انا بقول الكلام ده طبعا حياتك اكيد مش مصدقني من شكلي في وسط الاسود، بس لا يعني هو طبعا بعض الناس هتقول انه لا يعني ملامحك هتتناقض مع فكره ترويض الاسود والتعامل معاهم، لانه ده بيحتاج الى يعني شخصيات معينه. قوه الشخصيه ملهاش علاقه بالشكل، يعني الشكل ده حاجه لوحدها، وقوه الشخصيه اللي انا في وسط الاسود دي قصه تانية بتطلع في عروضي. اول ما بيفتح باب القفص وبعدي جوه مع الاسود ببقى مدربه اسود، بخلص بطلع بره بكون انوسه العاديه يعني. طيب استاذ مدحت سؤال اخير بقى عشان نشوف انا كنت معتقد بانه مثلا هل الدولة هتبتدي تؤمن بالسيرك كأحد أوجه الثقافة وهو فن من الفنون، ولا بتتعامل معه على أنه ده من وسائل التسلية وأنتوا يعني حيوانات والناس بتتسلى وبتسقف وخلاص، ولا هتتعامل معه على أنه فن؟ والله حضرتك كلام سيادة الوزير ليا على ان هو هيبتدي حاجات كتير تبتدي هتتظبط وتتغير، لدرجه انا طلبت منه انه يفصل السيرك عن قطاع الفنون الشعبيه خالص. يعني ايه حضرتك؟ ميزانيته تتخصص جزء بتاعها لوحده يبقى بعيد، ويبتدي السيرك ينفرد بميزانيته. النهارده السيرك حضرتك ما بقاش يروح المحافظات، ذنبه ايه بتاع المحافظات ده؟
انك انت سلك الدوله المدعم ما يروحلوش والسلك القطاع الخاص يروح له اللي التذكره بتاعته ب 500 جنيه والناس مش قادره ويروح له سلك الدوله ما يروحلوش اللي برغم سلك الدوله كان هو بيجوب محافظات البلد كلها ده زمان يعديك حضرتك بتقول طب ما بتودوهوش ليه عشان القطاع الخاص يروح وسلك الدوله ما يروح هو خاصة. هو في كم شركه خاصه بتتعامل في فنون السيرك حوالي حضرتك دلوقتي بقى كم حوالي 7 8 7 وكلها شركات في مصريه واجنبيه مصريه حضرتك بما فيهم معترفين بيهم بس سيرك المصري الاوروبي بتاع انت عارف حضرتك الايطالي ده بقى في سيرك ايطالي له جم مصر صنعوا خيمه في مصر وبقوا بيشتغلوا تاني فين الدوله تعال انت بقى حضرتك لو انت رايح عندهم هناك تقدر تاخد تصريح ولا تقدر تشتغل عندهم لا ليه احنا رخاص هو احنا مش زينا زي اي دوله في العالم زي ناس يعني ايه انا اجي اخش بيتك من غير استئذان حضرتك او مجرد الكرسي ده وقاعد عليه وحضرتك لما تيجي عندي تقف وتخبط وتستنى عشان تيجي تخش تاخد معاد بس ليه عاملين في نفسنا احنا كده ليه عشان ايه ما هم جايين هنا في مصر واخدين الفقرات بتاعتنا وفقره الاسلوب بتاعتك الاساسيه وفقرات وبتشتغل ماشي يجوا يندمجوا مع الفقرات بتاعتنا انما ما ياخدوش هم ده وياخد هو الدخل ده كله والدنيا تبوظ وتخرب طيب وانا بختم مش عايز تشوف مشهد الاسود وهي بتهجم عليك ما تتامل في المشهد كده شوف اللحظه لا لا لا. يعني احيانا الانسان حينما ينجو كمان من الموت في حاجه فيقول لما اشوفها الحمد لله ربنا نجاني الحمد لله نعمه الحمد لله انا نفسي اتامل واشوف في المشهد بتاع ربنا ينصر مصر ويطلعنا من الكبوه اللي احنا فيها دي على خير ان شاء طبعا الله طبعا لانه عندنا جماعات ارهابيه يعني ابشع من الحيوانات الحيوانات على الحيوانات الاقل حيوانات اهون لان حضرتك الحيوانات ما غشتكش هي حيوانات مفترسه وتعاملت معاها انها مفترسه انما دول ما قعدوش في مصر ولا شربوا من مصر ولا كلوا من اكل مصر ولا مصر كانت ليها فضل عليهم ولا تربوا فيها عشان بيعملوا كده طب السيرك في زمن الاخوان كان عامل ايه يا استاذ مجدي السيرك في زمن الاخوان ده كانوا هيفصصونا ما هو طبعا الفن طبعا بالنسبه لهم بعدهم السيرك كان هيبقى اول حاجه مستهدفه كان هيضيع يعني زيه زي كل انواع الفنون ده اكتر من اي فن من الفنون حضرتك اذا كانوا الباليه حضرتك شوف الباليه اللي هو الباليه كانوا عايزين يعملوا في ايه ولا يسووا في ايه مش عارف السيرك هيعملوا في ايه لا هو من نادي الشمس على ما اتذكر طيب بتوجه اليكما بالشكر استاذ مدحت كوتا الف شكر وحمد لله على سلامتك واتمنى ان يكون يعني هذا الحادث الذي تعرضت له يمكن ان يكون مدخلا لإعادة السيرك إلى وضعه الطبيعي المتعارف عليه في كل دول العالم إنه فن وثقافة وإنه حتى يمكن أن يجلب سياحا وإنه يمكن أن يجلب حتى مشاهدين يحترمون هذا الفن بتوجه لك بالشكر وحمد لله على السلامة الله يسلمك نوسى ألف شكر بتوجه لك بالشكر مشاهدينا غدا حلقة جديدة تصبحون على وطن إن شاء الله هنكون معاكم غدا